ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زماء يوم الخميس أحكامها في قضية الابتزاز الجنسي عبر الانترنت التي كان ضحيتها الفرنسي هيرفي غوناغ المدرب السابق لأسود الأطلس. وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحكمة سالفة الذكر قضت بالحبس النافذ لمدة 30 شهرا أي عامين ونصف، وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأداء تعويض حدد في 50,000 درهم للمشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 25 عاما. وأضافت المصادر ذاتها أن المحاكمة التي جرت عن بعد بسبب ظروف جائحة الكوفيد 19 أسفرت أيضا عن إصدار حكم بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم وأداء تعويض حدد في 50,000 درهم للمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 27 سنة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.